يعني احكي لي بقى يعني بعد ما خدت السابع في التصفيات قدرت ازاي تاخد اول؟ احكي لي، اكيد ليها تفاصيل يعني. هو انا طول عمري بقى يعني بطلع بالراحه يعني في بالتدريج المراكز يعني. وكده، تدريجي. فامنيه حياتي ان اعلق بطوله عالم، كاس عالم للانديه. طبعا انا كان رقمي قريب بس نزلت عليت، فخلاص ديت اخر فرصه بالنسبه لي، لان ديت 17 والبطوله بتتعمل كل سنتين الناشئين، أي. فخلاص دي اخر فرصه ليا وده اخر سبق ليا في البطوله. بعد يعني كده هتلعب بقى بعد كده على هلعب مستوى بقى الكبار. سينيور، دي على مستوى بتبقى الكبار صعبه شويه. صعب. هنلعب 18 و19 و20، دول بيبقوا مع بعض فبتبقى اصعب شويه. أي. بس فانه حطيت ده اخر فرصه ليا، لازم احطم كل حاجه في جسمي، يعني أي. لازم اجيب اول. بس والحمد لله ربنا كرمني. ما كان سبق صعب، كان سبق وسبق صعب، السباقات اللي هي ال50 متر السريعة دي بتبقى بتبقى صعبه. صعبة جدا. سبق نفسي قبل ما يكون بدني، يعني نفسي ازاي؟ كله بيبقى بيلعب على التركيز، اللي هو سرعه رد الفعل ايوه والقوه الانفجاريه في الستارت، فكل ده محتاج طلعت. تركيز عالي انت قوي كسرت رقمك والفينش. بقد ايه بقى؟ انا كنت جايب في الاخر بطوله 2009، دلوقتي انت 19 دلوقتي انا 19 0 68 86 اهو يعني نص ثانية مثلا. صح؟ نص ثانية بالظبط. نص ثانية، يعني نص ثانية دي خليتك بطل عالم. الحمد لله. والرقم ده كان يعني متسجل قبل كده ما 19 لا، ثانية هو فاصلة القياسي عندنا في مصر 19 64، يعني حاجة بسيطة يعني جدا. لسه أربع أجزاء عليه بس. 4 أجزاء. والرقم العالمي الرقم العالمي 18 71، ده ما اتحطمش بقاله سنين بقاله يعني. سنين كبيرة. طيب.